الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب بيعة من به عاهة. وعين قصو جري كتابك البيعة هي أحكام تيدي إن لا أحد يبلن لقاله وحبنان وشرعان لقاله. وحين ودم مركب بيعة النساء عهدي النبي ولقى صلوات ربي وسلام عليه دمرك. شيخ حقوق بي باب بيعة من به عاهة، من به آفة، روح عذر قبه عذرها قدبه إلا إسجريو مثلا روح قبي سيدي بعد الله قال لها. باب بيعة من روح بيعدي به أي كتا لعاهة أي آفة، روح أنونسا برس قبه جذان قبه يوحي لها المال. أخبرنا زياد بن أيوب البغدادي قال: حدثنا هشيم بن بشير عن يعني بن عطاء العامري عن رجل من آل الشريد من ري الشريد يقال له اللغم عدب عمرو بن الشريد عن أبيه أبيه شريد بن سويد قال: سحابي وحور كان في وفد ثقيف، وفد ري ثقيف وحاكو جري رجل مجذوم جذان قبة، فأرسل إليه النبي النبي أفر ينجري ارجع اللاب فقد بايعتك وكل بلمي. هل كذا كلاب سود حقين بلشده هي مساجدها ايمن ان هل كذا كلاب وكل قال يبيع عاديه. مركا شيخ هو بابيستي ان روحي عاهد قبي ايسن شرط ان بيع عاديس ان غنت لا صار او امامك او لا كلم او اس اركان اميرك كدما لا غن صار او بيعدو نكون كرتو المبايعه باللسان فقط أي نقول كرتو شيخ وجدة. حديث كان علمته إن بدن بيكه اللين شرح جابن أو قيمة بدن وحائز كله الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الطرق الحكمية مجلد كلبات تضابق الصدنية كو الصقة أقف عن إنت أركي وحكه الله حديث كان معنيه سكوبا. حديث كمركة وحول الباب هاي حديث كتب في صحيح ما لب ضنب وفر من المجذوم فرارك من الأسد واللمدي أهي حول معنى حديث كأن قصه من رسول أبي داود أهيد أصدقون اللمد أهذروها ذميمة تد مسلمين النبي قوي جميل مركا سيد النبي الله أنه وفر بضان وضد الدنيا بردقان أيان ميل دقني ميش إذا ضدكنا وكل أذي الدنيا دينا وكل مات دارتي نبي حول داروها ذميمة كتقو كقورة ومال عرحون هو يسكا عرر. حديث كالصورة عن قصة عمر بن ماجه باللمدة لا تديم النظر إلى المجذومين آتها أفر إننا ضدك الجذان كي يبقبه ها إيقينا أركتها قبة دننا. أحاديث دورة معاني ذا كنت متباجرت وحال لمدة حديث كي في الصحيح يمالك ربكوي ماذا لا يريدن ممرض على مصح حول دكان وبكنك وته يسنكد الجين حول عيرين في يوم وته. وحال ماذا حديث كتمد اذا وقع الطاعون في بلد ان لجرين طاعون قد مالك دلاعو ان بلد كالتين نينكي اسوق بلد جو طاعون دوش سكد لعين وسنك قحن. احاديث تظن وحي تسهيان معاني مقصد شرعي او وحيابها هوش عافمات كله قله المسلمين تي ابن آدم كعقيدة هي مقاوعي كرة إن لقى إلاليون لقو قصب هذا ننك ترى ننك جودان له براسك قبوانا تكوغل مقال مشوتة تكوره قطوة كرقاق سوى الدرين قبو نفتسو أي بودة يسومان طوران فيرون وحول بلايدة مكوغل يابوكو هين وحكونا لنا يا وسواس يا ضيقات شريعات مركة وفطرة ابن آدم كالسليم كي لا سعوتها. إذن أيضو إلهي سبحانه وتعالى وحو سنقود بنين وسنقود بينين مقاديرتي يما ملكنا ربي سبحانه وتعالى أوليه هدنا وحميش كجرة إلا إلى ليو الدرين كآدمه انتاسو حديث مركة هل مقصد بيتوغانية علماء المسلمين وحيدة أن مقاسد الشريعة دور قاب بالقوق هذا قاب كاكوباد وحكمي إن تصرفات كالشرع وردان آثيرس الاستقراء بتصرفات الشارع لا أروريه كده من مقصد كهذا صباح. إن هذا أروريسه
أحكام فربضاً أو هل علا لآت فيرسو إن آت فيرسو أدلب بضاً أو حكم لحكم كاسنا اللي يدعي لها سوليها هذا أدلبنا دورك ومكة أسكور كل حاجة صبحي حنونها قد بي آدمه أي كددان منفتض أي كددان إن أمد أن لقو قصبينين إن يسلح جوكتول ليها كتحدرا لكن مركة عقيدة ضبطة لقاها الله أيوه قوانك أضم بين الذي بوامح لا عدوى ولا طيارة لا عدوى ولا طيارة لكن مرك الله إيجها يأدمها درين كيسة يبرشط رقن كذا وحوي لا يريدن ممرض على مصح فر من المجنون فرارك من الأسد ذروها ذميمة ارجع فقد بايعتك وإفانت مر ملاي مرك وامحي وقاعدها بينه أن صوم رأهيد إن حسب الحال يحسب الوقت كل بالله فيري نبي رقم بقولها أصل كائن رقم قليو وحد قرن إيزان إن سيدنا أبو بكر بنبي وحه ولا رنب كان وكقال أبو بكر بوحه أنت لا رنب بحنا وكأقبلي عمر بحوري سكلب نس تسوق حنا وكأقبلي صحابك لو حكدي سيدنا بحيا ونبي الله أبو بكر بحولي رنب كقاضي عمرنا كالبر بات كقاضي وذا دهن كلا أنصاريات أما قريشات محاذ ثلث أغد يدنتاي كعب المالموك النبي الله وحوله يقول رمبان ربحنا يا مادام ربي قطوة بالنبي حول أكادي ثلث بالقو أروري علون وحيليهين نوال بعقيدة ديس دلقات كيسة قناعة ديسة صبر كيسة هنقول وناقسة نبي حقوق من هي نينك مركة حريد اللهم إمام بكسي قادي أو مرقامة هي حلو رمبان لك قادي ninka marka toban laga qaada habeenka aan seexayna wadna fug oo kulbo tirin jeeb ko fiirun oo xaga fiirun oo wareegaysan shil laga qaadimaayo yaani binaadam kulbo waa lagu qiimeeyo aqeedadooda iyo dareenkooda xadiidku macnaheedu waa tooganaya dhib kala ma wada xadiidku wanaag tirmidi ku soo maray nin judaan qaba inuu nabiga la cunay raashin oo yiri kul bismillah thiqatan billahi wa tawakkulan alayh qasto dhaaf ku jira xadiidka waa soo maray fi jaamic tirmidi hadana عقيدة ضبطة أو حاوية مركه هوس لودجو لا عدوى ولا طيارة لكن عرفك اجتماعي رغم كبنا آدمك عافمات كودو وإن ضميرك آدمها الله دني هديك الروح وارك هيا إن بلا يفود اللوج اللي لو قص باي هل لو هدي من الله يحنون كم ما جنا هبل بيقول نفسه ذي بقوله هدي هذا ضم خرج كتكان هل كنا متكاغو قف حقا متكاغو قفعو فيك ما خد المتن حيوق حيوات كاركت طلاي وطلاي كوي كوي باي أفياد دي marka lagu dadka in lagu qasbaa wuxuu ma xadiiq macnaan buu ka hadlayaa wax kasi badan ma jiro macnaha uu weey fuqad marka waxay ka hadleen xawnaha gudba dadka qaba haday bataan bulshada in lagu sii dhaxdaayo iyo la karantiilo teeba wanaagsan kolba curfiga marka jira wuxuu keenayaa la eegaya dadku dad iimaan wanaagsan oo ilaahay ku xunaadan yihiin oo qiimo badan waxba la fiijin ma hada ka la karantiilin baa la iska siiday hadii dadku in badan aqoonta ay safahansan dad bisil aysan ahayn ummadun ay badan tahay nool balaga helahay in gooni loo saaro ayaguna gooni loo daaweeyo masaaid goona loo sameeyo la karantiilo duruftu inay keenta laga yaabo ana madhab al malikiya in qayimna mas'alada marjaca ila sheegad boqad la sagal la muraajaci hadda bab bay'at al ghulam wiilka yarka ama qaan gaari in balan yahay xadii la gali karo dadkan qaan gaarka garanay laakiin dadka aan wali taaba galin bay'adoodi أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد بن سلام قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي عن عكرمة بن عمار العجلي عن هرماس بن زياد الباهلي من صغار الصحابة له رؤية ورواية قال صحابي وحولي مددت يدي إلى النبي قعنت إلى النبي أتاقي وأنا غلام أنا وليرأة ليبايعني سوى النبي إلى بلما عهد إلى فلم يبايعني بل إلى ما قال النبي بعيرها ما قال ما بعضه ومسؤولية واحل وهولد إسسارس وأباهن إن لا إلالي ولا دورة ولا جسوبه صحابي ووينا هديك ودقيدها بعد النبي الله قال ويكسوبه وين فوليه لكن نيور صغيرة بل أن الدماغ هذه كرو إحنا ما فولين كرو بل صحابة وحي بيجو أي فوليه جعنتي النبي بعد كل جلهم بأنت النولين ولي جد يحمك وترجع سكتابا سيدنا عثمان وحول الثمان أرهمه بان إلهي أكتيسة لكتيبون أن آخرين أن كفت بعد الرجين هيا طبعا كبوتري وحاكمدها وحور النبي محمد مالين كان بيع إسلام لقل إلى يومنا هذا ولي قعنت إذا مدق حبن كي قطرن كما طابن نبو ماذا ودادو
طبعا جربوا مالك حقنا يزود قلني سماش أيضا أما النبي محمد ثلان أما ملاك ثلانة واحد لا ينكر طنبه وحياه إله أنوش شيئا هي إله هي أجيال إن كل حساب طم يعني محمد ربا تعظيمك يقدر أنت قعدت مني تقدرن هي أسوأ كورسنا هي نبي محمد أنا كرب الله مي بو إلى لي وحكمتها وحول ما إمسهم مري أنت إسلامي مال أسبوع أنا روح بن آدم الأضواء نحرين روح بن آدم أضون أسبوع أنا حرين إما صمرين بول هدي أن أسبوع واي وحن كحري واجد دم وحن قذين جريبول بيش هذا قصور أفتى أفر أضون بالغولها أفرت أضون محرز مايا مربى نسرع عن جريبول يعني ما هوش من أول ذكرته يعني وحوي المها يركح حلك بعد ما قا ذكر هول علوسوي تاسوا مسألة وحكى ودعي كرت علوا قر كليهن بيعة الأولاد وطابعة لبيعة الآباء هذه أبيال كود ببيعية للاقى لشرطي أولادنا وكباب سيدا هذه السمدو يواسيدو يقردو إنو سوقاذان هول يقعان شعب كل رعية دا يرعى هيا معناها دنبانا كفي عن طيب باب بيعة المماليك الضمضة بيعادو دي بلن كود أخبارنا قتيبة ابن سعيد قال أحدنا الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد الضم بايمد فبايع رسول الله النبي قاله ببيع اللقى على الهجرة تينو هجرته كسر تجميع يمشي الدكان نبي قال ولا جوا ولا يشعر النبي نبي قال موسى دري من المؤجين أنه أضونك عبد إنه يح نك إنه الله بعلى لقى إنه أضون يها ونك عنتي أكجره فجاء سيده واسك سبا يمد نك لها يريد أسوق الدنيا إنه يعيش ده والله تقو فقال النبي نبي حيدي بعنه إجا إيبي هذا نك بيع هذا إلى قال إهجر بيع كوك قال يمد ميجها كل علني يقوسار نمدي يبيرامنتي يقري يقرطي هولي ومضى حلقه بصدي يجيب فاشتراه النبي كيب صدي أضون كننك بعبدين لبا أضون أسودين من مدو والله بدن قاضب ولمركا أما جل رعسا ما ضبطون كديكو من كان إسكفاس ثم لم يبايع أحد النبي أنت كذب لموسى بل من أحد حتى يسأله إلى أويدي أعبد هو ما أضون باطه مسحر باطه لبا أصل وقيمة بدن بكجر ماشان أصل وخلق النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه قبل نمد إلهي أقليي أدونك أصغى هوش قريي أصغى أدونا بيع قلي أصغى خير دونا وهجر دونا نبي مركو أرك أدونك خير دون كائن وحكا خرمين وهذا بلا تيكرو نبي قبل نمد يسي وحي كان تيئن ويدادو إيجي إيبن إن كان لبا أدونك قاد إسكان فصح عمل كي هجرة ابو نبي مرحبا ودم يستر او بعد ودم يستر او خير كروح كو عاوي روح مركه خير دون ومسلم دارت حقنا وحسي كيهي وحا لا قادن هيا ان لا برغنتا ان لو خمين مركه مخا كو غريان لا دي يداك او كتا وفوك النفخ لما ربي وان لا يداهدو بلا ان كو عاونها او نكون هاو شايدا تاسوا كرم كي يخلق النبي محمد كو صلى الله عليه وسلم عليه وحا قالو كو جيره ميشو اسنا بنانك يال ضدك أصل كود إنه أحراره نبي واجهه أصل كيف كود أقماه روح والبؤي ما دبيع لقلي لأن الأصل في الناس والحرية ضدك حا أصل وإنه حريهين إلى الروح عضاتنا الضون يوقع عن بن آدم كجرو نبي واجهه مرك حمه ودين جري سيدا ظاهر كود أقم جري مرك لكن دب صوب حي لأن العبودية وام حي عبودية ومانع من الهجرة والأصل في المانع هو هذا خورن إن بدن بانك هذا لوام حي والعدم عدم كاسو النبي كسعدي كان يكتفي بالأصل مركو النبي أركي أصل كي وحكة قور هاي ونمان الضوماء إنه بعقل هاي واجد دمو هو يدين جري حي أنا قد قال بدن وحكم ما مله وأنه والباء دونه بعلق قال أن كحر إنما هاي مدك لسيديالك وحوارك هايان با إسلام كونه ضدك دعا هاي با وهم حي النبي قانو ضدك حلاه نور رعي الضوماء هنك نغفر مروجين هاي dib kala wasoo bixi kara marka waan la isku ogaado tayib arin marka sumcada iyo magaci suubanaha noo ilaalintooda ku jirta arin dhaqaalana waa ku jirta hawsha muxuu ahaay bayacaduna ahadan madax banaa inuu san qaadi karin culayskeedana waa muuqda almuhim si kastaba noqoto waxa kale ku jira taqdiimu haqqil an al makhluq ala haqqil khaliq محيلي أضونك وحقت على الله بحق حق إلهي لي أضون نمديسي عبادة أضونك نهجردي سي وناقيسي إيه حق السيد كأضونك
مر هذا إسقابتين آدمه وحاوي وبخيله أيجا لوسي دينيا حق الله با أصل الهرمريا عند أنت على العلم لكن فروع ده جزء جاء هي أفراد عبادات أحكام الشريعة أفراد ديدا أنت بدن وحلو برسي ديا الواحد دريا حق بن آدمك لكن أضوردن يا سيدك يا أضونك وحدن بين إله وشقيان أي أهي باب استقاء البيعة من استقاء البيعة ما بقى كم غن باب استقال البيعة يعني إدغن ساسا يقول دمبا لكن من استقال البيعة بوجدة استقالة البيعة نواسح بيعة دين أدعشته عقد هشيس كان قال لي إنا تهلي عليو أضو متن أنت نوحك لإبستين وحي كلح ماضي أما أبقواي إنا دير وحي يعلي بقرنا إذا وحباس ينقضي وحباس كاكي دمري استقالة مركوا عشي طيب أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن كدر عن جابر عبد الله الأنصاري أن عربيا ننرمية يا بايع رسول الله رسولك الله بلن لقى لي على الإسلام إسلام كان لقود رقم الدين كإسلام كان لقوها كان لقوتوس فأساب العربية ننرمية وحاكو دعاي وعكون قن راقبة الدوم ملاريا كود عدى مدينة الدمال وحي أهيد عرمدو أه الدوم بلن عرصان ماهن مدينة مكا دانتي دوما كود على بالمدينة المدينة فجاء العربي نكر مي جاب يمد رسول الله يمد فقال يا رسول الله رسولك أقلني إيعلي بيعة أحد جيجي بلن كي إيعلي أن كان نقضه إلا هو شوي جنتنتي نبي الله إيعلي بلا هوش إذا ما جبتيه باشر وأنا كنت دقي فأبى النبي هو الدين بيع كل علم هاي بور بيع صحيح وشرودي سوء صدي خيار كذا كوكش كان نقض ملها فقال يحول أقلني نبي الله إيعلي بيعة بيع أحد جيجي بلن كي فأبى النبي قواديده فخرج العربي نك رمي جاب بحي وقان اسكقات ما رضوا النبي كديد لك عليه واسكنهم فقال رسول الله رسولك يحول إنما المدينة مدينة وحوي كالكيري بوفم إلا متاعي قال كان طبق الغش ذي وليها برتجر عائز استعمالان تنفي وحي تكوري سا ماشى كساريسا خبثها وحي دحن سيد بوفمه وحش إيو برتحن إيو حرم ماشى أقط ورأي هباس يقشن كبا أي مدينة ذاتك حن تورتاوي وتنسع بأي قرن وتنسع نوال الأخري وحيكلو النظيف سا طيبها كيدا وناكسن كي وناكسن ويسيب بشا ويسيب دلالي سا ويسيب عضي سا كي حمانا ويب في جساوي ما شايب كسارتا علبات وحيلي يهين حديث كان يمعنا وحو خاص كوي هاي انتو نبق مدينة جوبي انتو نبق مدينة كنورا أيو خاص كوي هاي تمام الإخراج نوح بيع الدونا مركز الدجال وكرك هذا الصوفر كما في صحيح فذلك يوم الخلاص كرك هذا أنتو سوء استغان لمسه وقل كري إلا يبقى حرمي يوضا واقها بركاسة منافقون ورم بأبحي نبو مالك وحكومة عابي مدينة منافق لقوا يدونا يوم الخلاص مركز معانه مركز سيدا سوي انتو النبي قلنا حلو جوغي أي علماء خصيصان نون نبي قلنا ولا محايا لي مرة بضم بوحاق لورق المدينة وقبسين رافضه وقبسين قرامطه ومرافقين كبعان كوان دين شقل كلهم بيلامين كنجوجا إذا المسلمين في عنا واجوجان حل النبي محمد تك أسوه جرودي أما الدين تشيجنا يي إن ربط كأهم بيسفين يسوي كما هلا اسم مرافقين تزيد دقنا أيوة الجاهلية بجوج وحلقها الله هي ضد كم مدينة أيمت للهجرة هي نصرة للرسول ومحبة له. ضدك النبي أسوة جرودي إله النبي محمد بن نجعل الله وأصلا أسوة حياني ضدك أسوة حديثك خصية ولو في حياة محمد عليه الصلاة والسلام ساسي وذا دبدا مرهي وأنا معناها ظاهر كأديك لي حقوق نقد بأيمانية. باب المرتد المرتد أعرابيا بعد الهجرة المرتد كين نقضي بابها أعرابيا ريمين ما كن نقضي بعد الهجرة أنتم النبي قلت وجرد أنتم مدينة يمين إما ذني أون نقضي ريم مقالة النبي قلنا درس لن نقضي ننك ديب أون نقضي دم بقيد روحي سوه جرودة إن ديب أون نقضي ماشي مهج وكسوه تغي ما بنانا أصل واتكسوه جرودتي إلهي درتي بعد وقصوه تقتي إيماني وناك بعد شيقتي كفر يا قال لما نعبت يا بعض شيقتي كسو تكت إن أدب أقول نقطة لما أقوله بل صحابة وكي مهاجن لقى حرمي
inay maka xataa ku noolaadaan oo isii joogan haday safar u yimaadaan ama xaj u yimaadaan wax ka badan baad markay amaashu xajka dhamaato saddex bari wax ka badan loo ogalay saddex bari kaliya wax ka badan loo ogalay una ka xumaan jiray nabigu in muhaajir uu maka ku dhinto saad min qawla hawshis wal garnaysa أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم إسماعيل الحارثي عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة الأكوع يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة وإنك صمر دور كور أنه ننكاس صحابي قاس دخل على الحجاج بو سلمة أتقي حجاج بو أسوك حجاج بن يوسف الثقفي إن بضانا وإنه كسو هذا اللي وإن بضانا وإنه ظالم يعني ظالم فاجر إنه أهوالس كوافق اتفق أهل القبلة أنه كان ظالما فاجرا صفاكا للدماء واختلفوا في كفره وتكفيره وركوا انتاس تكفير كيسنا دكور منو كسو هذا انه دخل على الحجاج يوسف الثقفي وصو قال فقال وحي الحجاج قال فسنان تسيد عبد الرئيس اوفرس بلا قاطع وحي يا ابن الاكوع انا اكوعو يا صاحب رسول الله ملها يا سلام ملها طيب قورس قالك سو كبلا دبا الحمد هرق كبلا بيقول ارتدت وحد كن نقطي نقطي على عقبيك دبنا هذه محو عربه هذه نقطي dib badan noqoto waxaad ka noqotay hijradaadi iyo wanaagaadi raad ka dib aad dib u qaaday buu leeyahay wadakara wuxuu sheegay kalimatan buu sheegay macnaha macnaheedu uu yahay wa badawta remina wa noqoti ay kharajta ila albadiya wa badawta tayib idan nasay wuxuu dhaqan u leeyahay erayada qalafsan in saxaabada ku cunnamin aan u cunnamin ama nabiga laaiq munaasab aan ku ahayn marba amuu goyn fadakara alhadith bu kulli uu sii deyn uu chari أما رواية بالمعنى وكوين مرك رقم كيسي كميت هاين طيب لكن هو رواية كحديث قيبة كميت عرب تاليبات الله باتي وميشات كصوب كتكتئ النبي وكاسو قليبة دب أقول نقطة رمينا وان نقطة دور رم مقالة هؤلاء هنا هو خلد دينيد إنه ليك سكوبا نستور ربا وحكا لمرة وحقصن سنين هاي وحاوي صحابة بضم بولاي إنه صحابة كدلو قال وحور السلام لا عرب تايدين وكمان نقونين رمينا من نقونين ولكن رسول الله ولكن رسول الله أذن لي في البدو نبي محمد با إيفا صحيب إن مي النقض كل ما هي رأى أسلم ونقول سكوا كدش ورمى النبي إيفا صحيب رأى أسلم ونبي حول جورة وماشى دون دجا ميل والبد جوتن مهاجرين باتين ميل والبد جوت إلهي كل عبد مركل يدين بعدها سوكر ملا قيس دون النبي رخصية يكجرا سلاما مركل جاهل باتاي رخصت أصلاً هيستاب والكار كاسان هيستاي ماشس كعار، ولكن رسول الله رسول كلاه بأذن لإيفا صحيح أنيقة في البدو إن المية هذا والنقن كور هجرتني سيدا كبر ما يسوي، إذا مركب حلقة حديث كإنا إنسان بنانين حديث بنا ويكتب إنا يتهاي هجرة كدي من المية ألا عبطه إنا يتهاي كبيرة من الكبائر ولي بالله عنا ذي طيب باب البيعة فيما يستطيع الإنسان أهدي يا بلان إن لقوك قالوا واحد أود واحدا أودنا أذن بلان كوكلي لأن علماء وحيلين لأن الواجب بشرعي بالشرطي أكد من الواجب بشرعي وحي الشرط يا أحد يا بلان كواجبة أيا كأذك وحي كو شرع كسار صونك إلهي كساري نذر كي يا كأذك صونك هدو كوية ركتها هولا لقو فصيحي أفر با كفرا وإطعام با إيمان وأهولا بضان با إيمان لكن نذرك وحاو إناد فلسون سعون ماهي وكأذك ياهي إن قصتو مركض دنبيها وش ملحون قال كفارة النذري كفارة يمن أحد تكوي مادين على كلام فيها أدنا أسقع كأذك وإنك هبين دو السمر إني علوم المقاي كان نقاشين هو إن إذا لقبه نين كذا يا والد كذ كبا كحق بدن مع ذور رجح مع تراده culimadu waxay u badan yihiin baan idin haweenayda ninkeeda iyo waalidkeed waxa ku xaq badan ninkeeda loo badaya waana sida axmed cadeeyey shaqul islaamna uu ka hadlay waxaan ka rabaa manad hawshaasan haween baan ka soo naqashay oo dheer ee daabidka xuquul waadin aan soo sheegnay waxa iga qoseeya culimadii jumhuurta markay cilaynayee inuu zawjuhu ka xaq badan yahay waalidka fi xaqil mar'a muslimiyya laqabo waxay ku cilayeen xaqul azwaj wuxuu ku waajibay bi shart wal aqd حق الوالد وحكو واجبي بالقرابة والشرعي وحا مركك إمادة عهود يعقود يبلمض وكأدق يهي وحي شرعي وطوز كو صار المكلفين تألوه داقيس
لأنه وحى هذا جون إسوس صار عندكم مدرن هذا صار هذا بنان كيس كل دوجو تكان هيو زومي وزلا يعاتر مجو قري إسلام بانو بانا هذا مرك قورته صارتي قبل وحيت الوداد بان ربا يلا قورته قشط وحي مرك لازمي وحو هي واكو علوسيا وحي كلي القاسي علوبه أمري مرك واحد كري سوى إن مركز أبلن كوكا شيء عهد أنا إسكاكا إلى لسو أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال أحدنا سبن عيينته عن عبد الله بن دينار حا وأخبرنا علي بن حجم الياس السعد عن إسماعيل بن جعفر وكثير الأنساري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال أحساب وحولي كنا نبايع رسول الله وحاولنا أن يكون أبلن لقى لرسولك إلهي على السمع إسمقل إلا مقلونك أميرك روح أقول ما أضع الله مركا تفهم توحك الله سمعه ومرك هرتوا إن ليس فهمه ودك راد عسو وذاتك ودأميرك مقشه وطاعة هذانا أمرك أن مقشي أدفلسه ثم يقول نبي حورنجر فيما استطعت أنت واحد أوده وقال علي وحور علي بن حجر إن لبا الشيخ بكل النساء ميش قطيبي علي وابن حجر لفظ قهر فيما استطعت وحا إسكال قطيبة علي وحور فيما استطعتم أساقنا وافقسا جمع هاي سيقده هو رأي جمع هاي كنا نبايع ذا فيما استطعتم واحد أودان بيعتك قليسان. طيب أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أحدنا حجاج بن محمد المسيسي عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرني موسى بن عقبة صاحب المغازي عن عبد الله بن دينار المدني عن ابن عمر قال كنا حين نبايع رسول الله وحنا نحل النبي قال بلمين على السمع اسمق لي وطاعتي سوغانسان ان كل بلمين يقول لنا كين يريد النبي وافي ما استطعتم واحد او قدام بالعهد يبلن كليس اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا هشام بشير السلمي قال حدثنا سيار بن ابي سيار عن الشعبي عامر عن جرير عبد الله البجلي قال بيعت النبي نبي قال بلن يعهد كل على السمع الا اسمق له وطاعتي لسوغانسم فلقنني وحي النبي ايمري اي عرباباي اما اي عرب مري في ما استطعت وحن اود كو دربا ليدي في وحن أوده يا نبي الله في ما استطعت باني إدغان في ما استطعت أنا مركب واسدة أن أقول بعد قدر إذا في ما استطعت أما أضاد في ما استطعت النبي محمد بايري في ما استطعت ويشرده لابد باسم الديدة هيا يعني. إيه والنصح والنصح وأنكو عطفين على السمع ظهر بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع وطاعتي والنصح لكل مسلم يا نبي روح كستو مسلم النصحي أخير ميره نصحك وأنك الصوم روح لقو خلاصي وحو البو خير وروح مسلم كمصلحة وآخرية أدن بود أكت وأنا كقرين أنا شكت أنت الأوديس إذا نوقصوا بحي سحابك وأنك الصوم الرسول جرير وقضية أفلي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفيان بن عيينة عن محمد كدر عن أميمة بنت رقيقة التيمية احتراز عن الثقافية قال وحيت لقبرداس بايعنا رسول رسولك لمن بلن لقى في نسوة مع نسوة فقال لنا بحنويدي في ما استطعتنا واطقتنا وحاد اودان اما اذكرتان بعد يقول قليسان بيعه خير وناك اذا يحاول يوحد قاديسو بيعنا الله كدغي عهدي بلن عادي وحاد اودغي سو كران كادا هنقدو شيخ اوجيدا طيب ايودن روح بني ادم كاصل ان لا صار و حسن كرينن هذانا مركا لا بلما هي عهدي لا غليو وحدن كرينها اس صارن وي كان فير سو شايدا باب ذكر منع ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه هذا شغل عقد بي روح بيع على محاسارا أنت روح بيع ضدك لقى قاضي قاب كذا شروط كذا ضدك قلية سيدا هذا أتبع الأول قلية أروح أمر الله هيد أذونا أصي حلايد هذا وحوي محاكو صار اللي حل بعض قاضي يحل كان قصب حلاكو صار باب ذكر ما على من بايع الإمام إمامك الروحي لبا لما يوحي سارا شيقدي بأبابي هاي وواعطاه سيي إمامك صفقة يده قعن سقر قرده يو ثمرة قلبه قلبك سمريس يعني سيد ضاعضه وشعي الكوج ننك إمام ولبا لما محاصارا حدثنا هناد بن السري أبو سري الكوفي عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان عن زيد ابن وهب الجهني زيد وحام متابعي الشعبي في رواية الحديث زيد بن وهب الجهني لم يتفرد بالحديث شعبي متابعين هاي رواية حديثك أوليه عن عبد الرحمن عبد الرب الكعفة عفوا قال وحور وذات كاس انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بانو إمد عبد الله بن عمرو عاص بانو إمد صحابي كاس
وهو جالس أصقه فديا في ذل الكعبة كعبة هوس كذا بيت الله الحرام. والحال الناس ضدكنا عليه دش مجتمعون أي ككل سيئين. قال وحوري عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة فسمعت وحان مقلي عبد الله يقول أصقه لي بينا نحن مع رسول الله حلا نبي محمد لجوغني في صفر سعدال إذ نزلنا وحان ندقني منزلا بوسبان ندقني فمنا وحان نقمدها من يضرب خباءه نين تندري سدي سنية تندري حرانا يودي سنية لسحارة بالجوغاي ومنا وحان نقمدها صحابة من ينتظل توقدي سنية من المناضلة وتوقدستك المرامات بالسهم تبر بالوجرة ينتظل ومنا وحان نقمدها من دول هو أصغب في جسرة ففتان كيسكم مقان في جشره هنا وات قرن زاهدي صحيح جشرك يا جسرده بمر منا دواء مرضي ويه وحولها ان انت لفو فيه ماشي ففتان كو غاران لبريو حرسك جيل حرسك او غلو يروينك او غله لكن هذا waxaa loo jeeda in la duulan baa lagu jawaa la soo safar baa la xol la sidii waa la fufuno fardhi baa meel la soo daaj kadibna waa la soo noqo marka nin toog dhisanayo tababaranaya nin fardhi yar fufiyo oo meelahaas ris iyo wuxuun ka soo seenaya caws iyo wax u raadinaya nin teendhadiisa iyo buulkiisa dhisanaya intaas isku dhaxnaado yaani xaalad sayd buu ku soo waray saxaabi idna daa waxa dhawaaqay munadi rasuulillaah rasuulkiilaahi dhawaaqis muxuuna ku dhawaaqay as-salaata jaamicatan الصلاة ومنصوب بالإغراء ويدود عن جامعة الدوام حالوي هلوم إلى الصلاة صلاة أكالي حالة كونها جامعة للناس حل صلاة وقت قيد إني أهيد بعد عكرته طيب فاجتمعنا وانو يعني صلاة أكالي وسوكين كينو النبي مركب وحور رمك اللي تكذؤن وخبر أديبه دينيت يدردارا وناكسن وقنتئه فاجتمعنا وانو كلنا وانو سنمت فقام النبي نبيك استاغي فخطبنا وانو خطب أخري وانو محاضري فقال وحوي للنبي في خطبتي إنه وري شيء لم يكن معهان النبي النبي قبلي هرتي النبي إلهي مصدر إلا هدو النبي هرتي جري كان حقا عليه وحاكوه ونبيك أصار إلهي نصاري أن يدل إنو تصو أمته أمتي على ما يعلمه حقيهي حال كونه خيرا لهم أما على ما يعلمه خيرا لهم إنو خيره يوحقيهي نبي والبوح واجبك إنه مضى تصوح أقيه إلهي ببرادي وعلمك ما لم تكن تعلمه إذن إنه أمضنا أشيغه إلا أمضى صلى الله صدريه وينذرهم إنه أقدقان إلهي صاروا حق النبي كؤهي ما يعلم وحي أقيه شر الله منه شرؤيه وحي أقيه أمضى إنه شرؤيه في دنياها وآخرتها إنه كريب أقنا الدقو وحي أقيه إنه خيريه إنه أشيغه في دنياها وآخرتها وأرر قل ما كنت بدعة من الرسل من النبي وترجمها إياه نبي الله محمد أحاديثي سا الإمام الشاطبي حسكو دينو إلى هذا سنة السيدة يضبع عموما وخصوصا كما بحث كتاب القرآن مالهم بيكسوا قلي إن قصوا الرأي قال رأي موسى سليم موسى نهاية دنو اسكو دبا إمامكم طيب نبي مركة أررت أولي وحاوي قرآن كا استعماله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هي. كما كتب على الذين من قبلكم ولقو حير مقبو جنها صونك والغلق باوي عليس هذه قوب لوضمه ولا سوسوم الجري نبي وحولي أنا وإنا وحول بإذن عدي وحني وقولي ومه واحل أنبيو دقا أنبياء الليل هذا وإن أمتكم هذه أمت دينا تنأ أمة محمد جعلت وحالة إلى عافية في يبدي وحالة قري في أولها ورانت هذه في يبدي الدينات بلغها الله إياه تذكر المهاجرين أنصاري أنت نهضة أنوان رح جوغة يا بدقب وعافمد قب عافمد دينت وإن آخرها أنت ذنبنا سيصيب محاكود عدونا بلاء امتحان يو أمور أرماء كو إمان دونا تنكرنا أطقون سطان دينية محاجرة تجيء فتن فتنوين با إمان فتدفق با أنو إي حركي وذاتك يا فتدفق با رئي دمالها لك رواية تقنن في صحيح فيرقق با آيات دبملها فيدفق بعضها بركيد با كبتاعي وي لبعض بركري من ماء دافق زما ومن الدفق هنا برايون كاسو بتاعي وي يغا اسكين تسيف ديدي با توكل غي مركز ساسي وسونا يوم اما فيرقق بعضها بعضا بركيد با بكل خفيف او ميد كو هيستو لفكريزي يا توكوين با كوكو ايمان تي هربت اللويبا او واحد لعب صغيره كو نقن
فتجيء الفتنة مرك التدقيقي محوها دفقي أما ترقيقي والنبي فسرية فتجيء الفتنة امتحاني بلايا إيمان فيقول مؤمن روح مؤمن كوحورنا هي هذه تن مهلكة تي هلاقي الهيدوي تنواتي أن كتقي لها ثم تنكشف مركا سيفيد من إلهي باقادي ثم تجيء مثل بعض بائمان فيقول وحورنا يروح المسلم كهذه مولكتي تنواتي بابين الله ثم تنكشف ويفيد ميسا إذن ساسي باشو قصعون إلى قيام الساعة ساسا ضدك المسلمين تيضن بالله في دنيوي إذن كنا في يوبي وناك بالله كلانتين ومع ذلك مركا الله في ريو امتحان جسماني أيام مسلمين تورا وقود عاي لقاله هذا خصية يبدا كودي قن كودا في ندى الدين تدخل سيسي وكفى يباين رقير بالله يرى امتحانه انتو ذكى ليه دين من حورة وحياهين أقوياه لكن تنبقوا كهالله يماه فن مال مئهي مد بدني ومد دينيد وحمد بابين تنوي فمن أحب الروح الجعل هذا روح الجعل منكم حالو انك مديا أن يزحزح إن لقد ديريه أن يزحزح إن لقد ديره عين النار نار تلقد ديره ويدخل لقليه الجنة جنة لقليه فلتدركها أتماد موتته قيرديسه وهو مؤمن بالله واليوم الآخر أسوء علي قيام الرميسا منك الدنة إن نار لقد ديره جنة أقلو إيماني وخاتمه ونسوها قرد انتهى الليل ما ألا أودها دوانيك صومري قاعدة بيكوم مريبين دوانو تلمام إني متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لثمرته أو لسببه قاعدة مركب ما ربضين بكام فيه متى ورد التكليف هذه أمر كي مادة أما النهي كي مادة بشيء غير مكتسب شيئا لك سبنكر أذمه إسن سمينكر تكليف كي أمر كقرآن كي مد أما سنة كي وإن لو حوله ثمرته أو سببه أذكرنا أن صوفة سرى إلى تهوان صوف شرعنا هنا محن أجدنا أذوك ما أودد إن أذكر لما تإيمان يا خير ما أودد إلهي بيكو حرانتاي خاتم إلهي نكو وافتي أما أوكا قد ربي بأس كلا أودد وحاوي سبب كبير لك الله سبب كي حسن الخاتمة كين لها لا إمو دادال قرآن أخرسه إلهي بري صدقات كبدي إسك إلهي أشرارتا تدكو حنكفقو ما إلها فتنك كرديرو أذوق الدلالوي دلال الله إمو مرك الدلال لا تماده إلهي توفق بكسينيا وليأتي إلى الناس ضدك أنها أولادتا وحكورا رقمه بما ما يحب وحو جعل أن يؤتى إليه اللولي ماده ضدك وحكورا رقم أنت وحد عشان لغورا رقمه ومن بايع إماما هذا محل شاهد محل شاهد كبابك تنضم بوي ومن بايع إماما روحي إمام لبيع لقى له وفعطاه سيئة بيعدي من بالله فسرها ياي صفقة يديك عند تزقرقر هذا يعني عند الصاراوي إلا أصل بيعود عند الصاراي وثمرة قلبي ومحبة قلبي والوجدة قلبي سجعلك سنة زيو سدة عضة والنفاق أن كجر أولب الله إمام فليطيعه إمام كساء الضيع ما استطاع أن تأوده هو قان سمع زكور علم فإن جاء هدو يماد أحد رواية كلا فإن جاء آخر بعض نص نصاص يبدأ هيا فإن جاء أحد من هدوء مد ينازعه كهيس تمام الكية تلدي فضرب قراع رقبة الآخر ككل الدلاء متك كله هل الدلاء لأنه مسلمين طي تلاز كوكب سدان ويقيب سما هيان طي قيب سما ويبربر هيان طي بربر نقال بكش غيس وحدون كمان تكتاجون حديث كان تابعي قلوب بكا قاشي اللي مركا حديثك وشيقة عبد الله بن عم نعاز وحلق أي تاقنيد دقالك يفتنا دي قد حيسي علي نبي طالب ومن معه يمعاب نبي سفيان رشام ومعه حرس تابعيكي فدنوت من عبد الله بن عمرو ما قد وادي فقلت له وحنكولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما أرام مغنان محمد وصيدان له نك إمام باع اللقالة يعهد اللقالة كدبنا ويما دو متكلو كوه يستمام كيطلدي كدن بدلة ماذا نبي كم مغلي قال نعم بولي رواية دي وقرنيسان في الصحيح دغه تلمامي دغه هان كوم مقلي قلبي سمو اشاري سمعت ودنايا وعاه قلبي بوري دغه يونو وي كوبين او وي مقلين قلبي يونو وحفدي مركز وتابع وحوله روايه مسلم مسلم يصف فاسن كوم انتن تبر ملين يو حوري هداي سدا تا حديث سدا النبي اوغه مقشاي عبد الله يو ابن عمك معاوية بن سفيان وحونا فرا ديغان ان ان داادينو
xoolaha anagaan aan isdhacno ebarna aan iska dhigna tab dhabuuri ilaahayna wuxuu yidhi yaa ayuha alladiina aamanu laa taakulu amwaalakum baynakum بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما لب آيات ذنبكها لأنفستي أمواشي إن أذيرك وأمدك بابي محاتك ليه ذهب حديثك وهذا مغلي وسحابك ونتك قلي رواية حديثك أوليها فلما وذلك تابعك هماشي والله فرديا سردون با فرديا مركب حول ما شيكر سؤال الله قلنا ويتمد وحي لي مركان هلك هم مقليب فلما سمعتها أدخلت رأسي بين الرجلين فقلت أنت نزجابي والله ما نكون أحد وانتون مدح فوريا ينسو أشط طوري بولي وحكبق يا وجهي السفع أنت الله أركو إن أي بلايا كذبك عض إلا موقت يو أهانك سو أشا كاني يو أهانك عبد الله من عبر ويدي يو أهانك ما ملكي فرق لي بقى من صمها والخطروي عور مركا هذا الكلام مغلي بان مضحي وحن قليب الله وان نحفظ بان كل مية وانا هالليب عبد الله بن عبد العاص سؤال شو آد بأوقات كاتي رواية كنت عندك فوضع جمعه على جبهته ثم نكس ساعة ثم رفع رأسه فقال لبدا قعمد بوجه قصاري وفور رسل السحابي عبار بفكيري كدمنا وحوري وحوري أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله معاويه اتشيغي سينادرك انادرك اد هوست دغغليساي وخي خيرنا كو اديه وخي معصيه انا كو عاسي وهذا الدبلوماسي جواب صح معها قرطبي ابو العباس قلت حديثك وكو رفاده ري اندلسنا مركاد مريسو او ري بني اميه هول صابسن لغا هلايو كون على هذا ان بدل وحان كو ديلار جوغو درين كو جوغ سدلس ولاات كو اسكو رعاون الله سعود فوق هذا الرئ أندلس إن كإنصافان قضايات كريبا أميها كسوين لأن الدولة يكسر رقمين كعب كعب يوحي أهين ريبا أمي ننوى أركي ساسوك طبعيكيسو إنو وحوال بقى بارو مس على عطاء واد أركي لكن سيدي أبدايين بانكو شيئا هيا ورجو حول الحديث كاني وعبد الرحمن لسو بودي عبد الرحمن مع عبد ربي الكعب لسو بودي أساقا إسكاد دعية معاوي وحخلو ذوكاي سيدي وحندك مجراني وقال لي هذا هو زكاة صح لقى قاضها يجري والنبي ألوان الله ظلماء نقى عماش هذا طيب سؤال شنو الدبلوماسي تاي سيدنا علي بي علي سباه الرئيس أمد المسلمين تايد المدينة حجاز لك جوكتي با اسكر راعب ريشام وحي أهيد إنيه قان سمان ويبعاد القلان معاوية يرقي زهوش كوها يستنى الله يسكى قبطه حديث كذاهر كيسو حكينيا هاي دينا الدولات كيبات كوحة قلبتين معاوية هاي وحكينيا مرك الله فيري معاوية إلا الدلي هاي وانا إشكالكو لسو بده تابعيه ما طيب سماء إشكالكو تابعيه لسو بده كونات كاذي سحابي قنو كجواب وإشكال كاس إذن علبا بعصيني صفقة يدنا وثمرة قلوبنا أدبنا فجاءه وحاو يمد معاوية يمد ينازعه منازع هذا سيهن نقطة متوسعة أو كوه مامل كوه يستعى أمثر بابا الله قد رومان أيو قتل ذي عثمان باكجر عيدا كذا صبعي بعدها من باكجر وشرد باطلة وشرد هي باطلة مجتهد إنه أها إنه اجتهادي إنه دلالي قنوي وحنك الله إنه قيمين تم مسألة ده عذر دارك السحابي هو مسألة كلي ما كان نحرك الله قال الله وحي أهيد إن رشام لصوق قبطه معاملة مبايعة قليل سمسوك الدلينا وقد يكون مأجورا سقول للدلي قاعدة دي بيقلي سانكوشي جري صمالي كل رفادات ما حي أهيد القاتل مجاهد والمقتول الشهيد طيب واجد المسؤول ما يكون رفاهي ولا دع عربي ولا مصر كييبي بيقول دي بيت أو عيد هيك ولا دمش وحاج ولتها كان القاتل المجاهد والمقتول الشهيد ما سمعنا بهذا في الملة الأولى إن هذا إلا اختلاق بهذه وين رفاهي ولا دين مصاري ذا ما دين بكبر ورقباره مركب وحوي لبكم صاص وكسع على وحديث كإشكال كيسو أنقله ودبلوماسي واسدة هذا الكصريح وح إن ليه هذا معاوية سحنية هاي علينا كم هاي استوحب منازعية ضد وسحنية أضيع لنا صعو
warabbaa in la yiraahdo uu khaldan yahay ciidanka ku duulay wax ka dilay ku biirna warbaa laakiin in la yiraahdo adicu fi da'atillah wa asihu wa masalac guud weeye waxaan isku hayo juz'iyya muhaddada mata misamaa marka waa afgabaati mar badan baad ku qasbantay marka wadaad fadwana ay tahay jaraka boodo dhuluftaa keen mar badan laakiin wax laga yaa mar badan inaad tiraahdo ummadu inta dhumi lahayd bal wixii rabbi ku baray waxa ka awood iska sheeg waxaan ku soo wadaa ninka imaamki abu abdurrahman an-nasa'i min aadati wa hakamida erayada xadiista iyo akhbaarta ku jira ee keeni kara saxaabada in dadka qaarkood ay duraan ama mufsidiin ay ka faa'iideystaan ama nabiga aan munaasab ku ahayn dadka qaarkood fahankooda marka la fiiriyo wuu gooyaa muxuu ku yiri hadda wadakara alxadiisu ku yiri rafaadkii saxaabigu uu rafaaday iyo su'aasha soo ugu margaday howlahaas uu kaa gooyay fadakara alxadiisa waa dhaqanu nasaa'ilay way ku badantaa waana munaasab qaacido waxay gashaa anugu inaanan ku dhaqmin baa laga yaabaa laakiin aa idin sheeg ka faa'iideysta qaacida waxay gashaa ay fuqahadu yidhaahdaan mas'alada diineed markaad sheegayso eed gudbinayso tilaabooyin dhowr ah loo maraa tilaabada koowaad mas'alada aad carabdinaysid gudbinayso waxaa kow ah inaad u bandhigto shareecada عرض مسألتك على ميزان الشرع مسألة أردت كهذا شو أما أد كفتوته أما أد وحكا قرته أما أمدى أجيدي سهرته أبن لك شريعة شريعة هذي أقبشو وأصول الشرع مسألة أي أقبشو وحاد في رسابة يردهان وذا دو ما قال كيدا وحكا درانكرا ما كتشكت مركز شكت مسألة وحكا درانكرا بحسب حال الزمان وأهلي أدو إيجا يحل قل الجوغة يدكر جوغة مثلا واحد جرتي اسحبوا اقبل كرين او يتابعينته اقبل كرين او احمد حنبل الشافعي ابو حنيفه يقبل كرين لكن ما انت هذه اللي شغلوك الدريري تلابد لابد waxaa weey inaad eegto maalka waxa ka dhalan kara mas'alada marka loo eego waqtiga la joogay dadka jooga hadii wax mafsada aysan mas'aladu lahay maalkeeda fiirisay wax mafsada aysan ka dhalanaynin talaabo saddexaad baad qaadi waxay dhahayeen dad fariisato aqligaada mas'alada وبندق يعني عقوش أنا أقبل كرتو عقوش ابن آدم كم يجون جوجا ما أقبل كرتا مسه هذا الشيء توي ديدا هيا هدي مركز عقل وبندق تأين نقطتات كوي أقبلها هيا كمان ديدا هيا نوادات متقفيون وحفهم هيا طلبت العلم بدينهن إن درجات بدينهن وكويري هيا لو سهل كو أي نقطة واتشي جيسا مركز أيضا هذه عقوش أقبش من حيث العموم سيقود بدو شيقو بالعران هذه عقول طائفة من المسلمين الخاصة يقبل سنة سيد الطلبة قون بدو شيق عرضين تيد إلا باهي وحكو حرانتهاي إن عموم الناس وذا أقبل كرا إن هو سلوش شيقانا وإن بعض الطلبة يدد خاصة وماشو ديجر البخاري باب من خاص العلم قوما دون قوم أو كما قال أفرت هذا اللعبة مركز مرتكدي بمسألة سيدين بيدهين طيب هذه انت با متك مدى اللواي مصلحة الشرعية هي مامولك عقلك وحاوي إن لغا آمسو ديب الورد قيده وحالك يا مركز دون استراهدو وحما فستاع كتر الميسو مقالك مك الله في ريو يحالك أن تغنهي يزمنك يضطك مك الله وحد با كتر الميسو أنك أهين اللهم إن أضو خطرك قليس ويادكم مركو هذا أظن بخاطر كوجلي وحلاقي منو يجي هذا النفط هذا قدين مثلا أنا الشيء وطول بير لكن ما كي مفسد عام كذا لو ما تكل يكون فوبي خلطنا ينقون وإن للجوجي وحنا أصل قالوا أحاديثي آثار تسعة كتمد حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله طيب حديث كعلي كي ابن مسعود طيب يا النبي محمد ومسائل كقارقو صحابة خاصة أشيق جري أنصار إيه مهاجرين دادوا وين علمه طيب صحابة ينبع الله وحان ربا وترك هوليس كورا ليس لك ولا لأصحابك وترك أذي صاحب بدا الرمي شغلكم ليه قرادة يحفا حملة كتاب الله يبع الله وطلق له أورس كتك أدوه يعني وام حي عرض المسألة على ميزان شرعي فإن صحت النظر في المآل بالنسبة إلى حال الزمان وأهله
هذي النقطة الشيء جدود بلا مفسد سواء مفسد عام هالنقطة أما خاصة النقطة وحلو بني جيسا يجريها على عقلك ما لقد دي مزا لقد دي مايو ديد مدو ما ديد مجود بها مسوا ميد قوني ميد قود هذي توابت جوجين با ميد قوني هذي تايدات كديد هاي قوني هذي إلالي هوس نودو الشيء رقا كلام واتكو فيه هذي انتو با اي وضع اكاكود واتكاك عراري فرهاتك قال إلا حل دمب دروق ده هذا إنه صومر الله ينجا وده خاصة وهابي وضح بلما إنه هكذا دون كوس كان نبض بتوحيد لك يا نبي وناك وحنقبل لو نفرتنا لغاجي بق 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 عامد وايا عظيمة ضد بسم لجهر هيو فاتح آخر سنة يان أني ميت صوماليا يم يلعب ضم ب الحمد لله بنقرأ ده قبل لوني ولا دلامي قنوت كمان كتقني ولو كلتقي ما يزور لي هذه قراءة آخرين جريرة معها رواية قراءة معها أبي عمر وقراءة يقول رواية آخرين جريرة معها قراءة أبي عمر به يستوحون كأن رواية حفص عن عاصم تعملون يعملون نعملون ولو كتير كافرين كافرين ويحضن ويذهب حرصا مع القرآن هايو بتشيلها مع المدرس نوعها يا مصحف مقرنيسان كان فادي كهريو او كويد ميا لاك يانو حقوق ورق تالا لها شيء طبان كسر لها اوهري سديتني دورك ميا لازو صباحي قال قلم بوه وزحجري ميا والبوه وكل رفاد مع الابراهيم بالو اجري قرآن كقيب توزو نبر يعني دادكي والا كلايا حتى كوفيد يدوبين جري دوبك هقوبة صوقاتين بالف يا رئيسون اللي هقوقان ايو سيدا هوانك هلوب هلوب مر الله طوري فاتح من بري كرتان فاتح من برد مجر تاتر هذه أو تلقين مجر أو تصبح مجر أو يسوع قبل أمتنا ودقن بعض وير ركوا قادم ما كان أمت محنودين توحيد كديدة دين تيدة يقبل تجا شياطين تعلقوا سياسة حمو أنا جو أنا لم يتبع أصل واحد فروع فقهية هي مسائل خلافية أو مصلحة أي كنيسة إن دي بلورد يقدر حنتيرو علماء لقى النقاش يعني مسألة اللي سو يستغني لو حبيبتي لو بابا لو كرتك عامدي طريقين كأيد يقول ليها قريه وتي يقوله سالم وقع يعني من أحكان له فقهاء ومنهاج كافة ربع قرستو إن من كان بعلاء كل وحان إلى قري يقيقي ولا سطورة كل مشركين ولا سطور أنت إسبه يستين أو كي أحكان لي ذا فطوري سالم ونصوب ودي بابها يوح كل عي إلى أمك ويكهر الأضحى سياسة حمدي إلى أمك ويتاجنت يوم من هذا ويتاجنت يعني أصولها أن كل شيء علمه ويشرحان لكن نول بتقييم كيسة هي قياس قدرتي وحن قنيسة وحلقة يعني ترى هوش كون إنك وضبع يعني وحبي حيرين إني بوعدك لكن أروى أن كل شيء مسألة ده لكن تقديرك جباب كلوي طيب أصولها سكدوا له يا إمام النسائي هذو حديثك هذا لما يستروح سكدها دعية إن ضد أفو بكرانو يؤرك كران إمام معاوين يهب باغي إن لدي الواجب يهيد إيكي صلى الله برنا يستظالم فاجر وأنا أول خطرة صحابك وصحابك قيام بضم بواجتي هذي وآخر ضمي لكن هل كان لسيق يماء تاسو كبقى هيا يضو أهل سنة يبدأيهين إنه خلدنا سيدنا معاوي نقل لي هذا حديث كان وحديث صحيح مسلم بصوص صار ما لبلم بكل مادة لكن وذلك أبو حاتم الرازي الليلة وحوله وهذا حديث مضطرب حديث كان إلى الكيسة إلى كويل كيسة لا بكون تطوب بقول كنتونيو لح شارحنا هو شيء مش شيء حديث كان مركا أنا وصوج بجاي وحديث مشكلة جواب وافي أنا أهل وحكب حية قضية دي سيدنا معاوية صاحب دي حديثك وحكوية خطر وإذا أدوهنا نوونا وورجيي قرطبي وورجيي قاضعيات وورجيي لقد دعوا كليه وحنقيل كهلي إنا إنا نضهانو معاوي وإذا هوري سيدنا علي موسى كهيس نمام ملخي التلاذي هولا كلو يوقيل كدقان هاي مركات هو سودك تضغنب الدكتنا هو شاقيل بي أهيدي خلافة يبي عدم علي ورنبو ديدنا ريشام ورنبان هو شاكو تاقر سنة طيب
سكست من نقطة مركز حديثك حقوق الإمام هي أنك دوني أنك إمام لقى لبيع عن ربا وينو بيع هذا فليه فيما استطاع إن بدنا وينو صومر مركب طاعدو أي ماذا لا أضيع هاي ضابط كذا وحوي نبي محمد باقوش شيء أو كويدي وحي إنما طاعته في المعروف هذا هو الضابط لكن أطاعته في المعروف باحق إجمال كجرة إمامك وحال الواد داعي شيء واجب وكمر والواد داعي شيء صنع هذوك أمر والواد داعي شيء مباح هذوك أمره والواد داعي مسائل كاجتهاد كأنا والواد داعي المسائل الدينية الاجتهادية رأيي سلق هذا صدح لا أفرط قذب له يطاع في الواجبات في المندوبات في المباحات في المسائل الاجتهادية محال وخلافي إمامك مسائل كنص عطلة نص عط حرام تعط إن اجتهاد قلين يلقو خلافها هي. طيب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مرك اللوي ماد مسائل كمامك الدنيا ذا اللوي ماد هدوي أميرك إمامك قاتو قوان سعاد أنو أرقن إن فساد دنيوي قد الله يقطع عنو الشكل هاي لو أضيع ما يصير الراجحة مثلا دقال باسع المسلمين تقال اسكو هاي قال دي بان نافطي عيدنك وحيدا أميرو نمين قدس نقرمدو إمانين ديارنا إن سوكعين إنتان أنتون تونسن مركاسو وإن ما أنت لنستو برير نستو كدي بسدع بركدي بانقلينا خبرات عسكرية مركا لفيرية نمانك هوشقنا وحيليه ورقوربا دائما نمانك هذا النوليهين وانا النافتين داوع يدمشي سكود حيالان أسرع عنه ما يقول رأيك خطأ يقيني أميشي يالم لا يطاع مركا يدا ما ملك الدنيا وحلواء داعي يا سياسات كي تدبير المصالح قود وحلواء داعي وحي احتماله خطأ يا صواب سيسمن أم أسوده خطو هذو يقين نقض أما يقين كل هذا لقوا أدعي ما يأمر سيد الراجحة هذا هو الفيصل ورركوا أسكب بدن يعني باب الحض على طاعة الإمام إن لسكوب بوريو لسكوب عربيو إيه إنت أنا قبل حديثك علاء أوشيغي وذاتك اللي أبو حاتم الرازي اضطرابك أوشيغي لم أجد له أثرا اضطرابك أصدقى وانبار انت برت إذا لم أجد له أثرا طريقا يا طريق لحد كليه طريقك لو وهم يقعب يكحكمي كنوا مضطرب بيدي اضطرابك حتى ولدك محقق الا لو حمم سكت المامن او انت تبرت اذا اوان واي اضطرابك ان مركه وسن اثر لهين باي موقته سيده النسائي المري مسلم اوغ هري بانا صحن لكن شارحا ضعين في رشاح ما بكين الا داس هذاك تعيلك ابو حاتم الرازي ما بكين ولا علل ولم يقف عليه رقم كويس نسيان مرين هي باب الحض على طاعة الإمام إمام كطاعة ديسا إن لسكوب بوري لسكوب عرابي إمام كان لا أضيعه هدان لك الدم بين وحمى الصعود عذرك أن أدينه زمائل ناينة كالدم بين لأنت أسوي أخبرنا محمد بن العلاء قال حدنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدنا شعبة بن الحجاج عن يحيى بن حسين الأحمسي قال سمعت جدتي أيذي من مغل أم الحسين أهيد بنت إسحاق رضي الله تعالى عنها تقول أيضا لي سمعت رسول الله رسول كلاب المقى يقول أسول في حجة الوداع حجك السقوتسك ولو استعمل هذه عامل إذن كردوا عليكم دوشي إن عبد أضون حبشي ريح حبشي يقودكم إذن كنتم بكتاب الله كتابك رب إذن كنتم قام إذن كنتم قهاية فاسمعوا لهم مقلة أودك رارعية وأطيعوا أضيعنا حديث كان حكو السابسين هاي سنة كيسمرك أنه كهر مره يحيى بن الحسين الأحمسي وحمو تابعي عيزار بن الحريث عن أم الحسين ولموسا تفرد يحيى بن الحسين الأحمسي ودق أركوة المامين مركة متابعة ساجر تحديث كنوا حديث صحيحة مسلم بن كمي بعد وذكرنا يسمي لبضا لفظك أحمد باكي رفع فاصل لفظك مسلم ونبي محمد بن مغلي في حاجة الوداع أنه جوغنا منه أما عرف جوغنا أسقول يا أيها الناس دضو اتقوا الله إليك عبصد وإن أمر عليكم هذه الذين كان أمير لقدوشينا عبد حبشي أضون حبشي مجدع في ضغوغونا ومحو أفرقوغونا مدقا قران فاسمعوا له واطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله ما أقام فيكم كتاب الله أنت كتابك إلهي أوتوسني وقرق ماي ثم قال رسول الله بتقوده
هل على هل بلغته ورما إذن جارسي وركا ما إذن دقي ها حديث كان مركا مسائل دورة آدو مما كجرة إن بدنا وينو تلمان مسألة كذو حوي حكم كشرعي مامولك المسلمين توحال لقى إيقا وحكم سعوده لقى ما إيقا طريقه كيمن حوق هذا نقول قبسته أو كتابك ربي قال نقول ما مشه نسمع ونطيع هذي أمضه لنكو وضع دورته كتابك أنا كتكتنا فلا سمع ولا طاع مسلمين تو ما ملك السياسي قابك كي ما دوا طريقة الاختيار إلا دورة الروح مسلمة وقال المسلمين تنهو قامية هذه طريقة سنية إن وراثي لقد يقولك على مامل كي يبقرتو يده هي طريقة فارسية رومية بإجماع السلف الصالح صادرت مركي سيدنا معاوية ومقع عويلك يزيد بعدن وقائم سنة لمنين وكي سحاول إلى ذين أهرقلية ما دقنك هرقلا نوودا دقنك النبي محمد يا صحابة وحوءها مسلمين يا أرون حلكا يا أغمضان يا أقوم بدن يا أعنما يا أقلما التعيين والاختيار الاختيار أيال والا دورت والا حشا مروحي كدق الرهبل مروحي كدق مالك طيب واسدة أصلك هذه اختيار لواي وودوينك الله صومرو كدب من كتاب القرآن كأوطلين أيه نسمع ونطيع إمارة يمام الكوية الدولة عند أهل العلم ووسيله لقجاره تطبيق شرع الله وحبي باشين الله خالدي صومالي دو إي عامة دو أدون كمان تجوك تيكو علوم الشيكت وحيو قردقين إن دولة دو أي تهي مقصد دولة دو يمام الكو مقصد أجيد الدين دماء وحالو حقيقية لقجاره وجد مهمة أو كتابك الرب لأنه التليه ننك هذا أمير كوامي وأدون حبشة أمدو أدوى قرقرن أو سنقون أو فرقوقعن لكن أبحوري اسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله ما أقام فيكم كتاب الله هذا هو المقصود هذا بيت القصيد قولي ما يوحسك تاقيهن دولة حن محوها دولة الآن بيدانتها دولة كافرة حتى أنت وحين كجر ورباشا مقصد معها وشيدرا معها ووسيله وضد الثعنية يا صحاب أم رجينا هدي اللومر خير هدي اللوايو طريق النصة أون لقرم مريكين مجر شحيحة طريق النصة أون لقرم مريكين قابك الدور الشضع مدحوين ياشا مسلمين مجر سيدونها كل مادين أون كأهين باشا أهيد هرقلية يا معاوية أنك آين أكو يمادين كدما نقوم معمولين هاي كتابك الربي مهمة دواء شرع وإنه التاليو مسألة أقوي كجر توا مسألة حديث بانبانا كتب وحاكو الحديث كجرة وحكو سأل الحديث الإمارة الخاصة كساب سنياه ولو استعمل عليكم عبد حبشي وإن أمر عليكم عبد حبشي وآل إمارة الخاصة قبل الله ولادي قبرنطوري أبان دولة دقالي وزيري هولها سوي لكن خليفك يمحويني المسلمين تقود من نقوم كرا أدون لأن السلف كحكو إجماعين اشتراط الحرية في الإمام إمامك وإنه حرية من أدون الله يستبع ولو يري مرة رشين كار مرة على الله بقي مرة لفي جنها مسلمين سيوم مولها وإنه حرية إذن حديث كان إجماع كوار إمان هايه حديث حكاها الله إياه الإمارة الخاصة وليس في الإمارة العامة محاو الدليل لا بد دليل دليل كوكوبات وحان لين هاي ما حد قاعدة أصولة قيدة تقنين ماسيقة لمعنى لا يكون حجة في غير عند بعض الأصوليين حديث كان نبقى حكياني إنو بوريو ديرقليو إن لا يسمغل الله يسكدن بيو ننك مركا الله مقلها اعتبار بمسي لها ورسمقلة واسكدم بي واسحرمي وسوه قنسموي هذا هو المقصد تنوى غاية مرك الضوم بها إذا انقبصده هورت اسمقلة انت كتابك اللي تكون معمولاي مرك إغياء إيا غاية النبي وغجي داي ماءها مقصود شرعي إن لا شرعي قريني الضوم كإمارة ديس مرك ماسيقة لأجل معنى لا يكون حجة في غيره إن ماسيقة الحديث للترسيخ وجوب السمع والطاعة للأئمة إذا قادوا بكتاب الله كونه حرا أو عبدا تسوى محي
مقصود هذا المسيح هي إجماع المسألة كل يمد اشتراط الحرية في الإمام العام لا بد أن باكياني سأين حيثك معناها اللو أوي لو أنا صحوي رأيك مركز ذاهرية أصحى المسألة مكلا مري ذاهرية وحي قبان أدونك وحو قبان كرا حلو الباء اللوديب أنك أين إمامة العظمى الخلاف أنك أين لا سيما هضوبة خليفك الدمدي سقيبة كمد وقيمة بدن أوديب حيلك قيبة كمد أوديب مركا حديثكم معنا سوعة ضينية كتابك الرب يقدون كميل هذا اللقاء رقمه أنه مؤغي أنك أين إماراتك يرر كميلها كتاليان كتابك لأول اللقاء جيت دستور بات تاليا شريعك لا سعوطة قانون لي علوم لي دكاترة لي بغاق لي قضب لي فروع لي عقائد لي أصول لي قواعد لي أصول فقه لي طيب مساجد حرم له حرم القضاء بالوليه هولها ساسود أدونك هذا كتالية دين تاسع مرك الرئي يوروبك يا مرايكنك يا قالدو وضان إنه يقول أدربان تونا مرك ورك ينو ورك لوي باب الترغيب في طاعة الإمام وحباب إن لس عليسيو لس كعراء الإمام كإن لا أضيعه أخبرنا يوسف وعنكو ضابط كإمام كطاعة يوسف محيكو إمان يسا قول ما يواجب يسا في الواجبات والمندوبات والمستحبات والمسائل الاجتهادية سياسة قودة التدبير كيس سياسة دانا وحالوا أضيع كل ما لم يقطع بخطائه وعدم سوابه وحوال بو إنه خطأ يعان لا يقين سنين ومام الأدوية وكاول ودعاية يا مندوب مستحب مباحات مسائل اجتهادية أفر أفر تأسفل وادعي وحال يسكو بردلها بأمره واجب يسو بدليا كي واجب هنا وسيعة كانية مسائل كمامل كي تدبير كالدنيا دنا وحوال بو خط إيسا آن له بصنين أسقال لو دين سلو إلى اليمين نمدي وضا صعودك طيب إنها ودادان كوكري ويلواق دنبنا ويكو قصبنا ذا إنا يلا أخبرنا يوسف بن سعيد المسيسي قال حدثنا حجاج بن محمد المسيسي عن مجريج أن زياد بن سعد الخراساني من أثبت الناس بالزهري من أثبت الناس بالزهري بالإجابة أخبره وحوشيك أن ابن شهاب أخبره ابن شهاب أوشيك زياد زياد نجريج بوس الشقوي أن أبا سلمة أخبره أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني روحانيه قانزمه فقد أطاع الله لأن طاعة الفرع وطاعة للأصل عند أهل العلم أمر النبي محمد وحفر عكي هاي عن أمر الله ومن عصاني روحي يوقع عن سيره فقد عصى الله إلهي بعاسيي وعصيان الفرع عصيان للأصل ومن أطاع أميري أمير كيغ روحي أضيعة أمير كأن دري ليبا ويحلك حديث عقبة بن مالك باكو قدمي أعجزتم إذا بعثتم منكم رجلا فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري أمير كنبي محمد واكي وأمير كأمر كي سفولين هاي أمير كان أمر كي صوبانها فولين وأمير شيطان أمير إسلام ما ومن أطاع أميري فقد أطاعني أمير كي يروح إضافة وإضافة تكريم وتشريف مسوى إضافة تشريع إمامك الشرعي وإمامك أميرك أني أدعو ومن عصى أميري فقد عصاني أميركم مركا خلاصة الواقع وانسكوسه الشيء اللي قلنا قن ماي طيب مره ضو أسوق قال لي أميركم كرعه وهو قالوا أميرك عام كان كهلاينا أسوق إلا طوره وإجماع قاضي عياد بسوقوري وقبل أبو بكر الباقلاني بسوقور شيء جماعة من السلف بسوقوري الإمام العام إذا كفر يجب خلعه بقتال أو بعدم قتال هذه أميرك عام كأوسن كفر كودعين لكن فسادك صبط ومدوا آفيه ونقضوا وحبايا هاي هوشي ودوا هاي حقنا العزيلي كارو أسوغن ماشا دي كوداداني والعزيل هاي أفقام ملتري ومقدا لغوغبان حمقا لغودك حقا لفريسين حالي وضنكم وان نبض لصعودا هبل بامنش مدحبينكا وضيقنا وحانو دي الرأي مالها لغوحنانا يدو قيدا ومسال فقادوا أي كهالليل هؤلاء اللي ذكوب بنبني الله ما طابن كلا وحبك مجران نصنا ملها دليل عدنا ملها يعني محاجرة وحكدوا لين علماء ذهوا شاكها الله إمامك وحوصلوا وياي
لتحقيق تطبيق الشرع وتحقيق العدالة. انتبه الدفلون ويا كور وحاط صوم مرتين أصولك كود راسين سين وصيلته هذا حقيقي ويده هدف كل لو قلت لك لي سقطت أميرك وحان أضوب أنها دفلون ويا نبي محاذو حجري فلم يمل الأمر ما أوده وإذا أن تجعل مكانه ما يمل الأمر. إذن كفر هذا توجي ما دعزلك سوى مجمع والله طوري هذه وحل قبل نقضه حل قبل نقضه سيدك هو هذا دونك ما أنت وريريه كله يومرش العوام إيه مثال بن أوجد جداي مسلمين اللي كدة هذا نبوي نكد عادي لا أفجم بينك ولا أفجم بقى شرعي ويا أدلة هنا لا ده أدلة لكن فساد بدن كذا لنا هاي كفرنا أصلا كل دين والله طول خادم خلاصة هو إناس. باب قوله تعالى وهو الأمر منكم هلك أنجون إن شاء الله هذا بالله توفيق.